القصة اليوم غنعاودها لكم بصيغة لو ماشي بصيغة الآن، ولكن بنادي وديك القصة فيها ألف معنى ومعنى. فبلا طوال في المقدمات ندخل لكم المسقي وكالعادة اللي ما كيعجبوش نعطيوه المسلوق ونرويه له بالبلول الحكاية. السرسال ديال الباب غادي كلاكسوني، غادي يحل واحد الدري غادي يكون عدو تقريبا ديك 20-21 سنة، غادي يحل الباب ديال الفيلا. اختنا اللي قدامه قالت له انا دكتورة الفلانية، هادي انفيتاسيون ديال عيد ميلاد اللي غادي يكون هنا في هاد الفيلا ديال ويقاطع. هذاك الدري قال لها ايه مرحبا، لالا مرحبا دخلي. دخلت الدكتورة منى وهي كتستغرب لهاد الكوان هذا اللي مازال ما بلعاش فيها الغاشي، وايلي كيفاش عيد ميلاد ومازال ما كاينش بنادم، ياك ما جيت انا الاولى ولا سالا، واول كرسي غيبان ليها غادي تمشي غتريح فيه، تما غادي تلقى واحد الربعة ديال الناس من شكالهم كان كل واحد والطبقة الاجتماعية ديالو. كان واحد باينه فيه لاباس عليه ومرفح غير من البوزيسيون باش جالس وضارب رجل فوق رجل، واحد الروليكس في اليد. المهم خونا كان باين عليه رزقه. هاد الناس الخوت كانوا بربعة اون جينيرال، يعني معاهم هاد الدكتورة منى اللي هي كمالت الرابع. كانت باينه فيهم حتى حد ما كيعرف حد غير من الشوفات اللي كانوا كيسرقوا في بعضياتهم. الدكتورة منى كانت غير من الجلسة قدرات تميتريزي وقدرات تري كل واحد فيهم وشنو كيكون والحالة المادية ديالو، وهذا الشي بحكم انها دكتورة نفسية حياتها كاملة وهي كتحلل وكترسم في الشخصيات اللي كانوا كيجيو للعيادة ديالها. داك الاولاني حللاته تقريبا وعرفاته باللي رابوك وحباو تي واحد مرموق. تاني كان غامض، كان مريح حدا ولكن كان جالس واحد الجلسة ديال لي غارد كور، دارو مستوي مع الكرسي وشاد لاغارد غيب وحدو بحال الا تقول معول على خزيز. اما داك خونا الثالث باينه باللي هو اقل مستوى فهاد الناس هادو، غير من الجلسة اللي كان جالس ودارو اللي كان محني ومن الشوفات اللي كان كيشوف فهاد الناس هادو، كان اللي كيشوف شي حد وكيضرب عليه داك الحد كيحضر راسو. كان شخص بسيط بملامح عادية. هاد الكلمة دا غادي يهرسو هادك داك خونا التاني داك اللي قلت لكم داير كيف شي غارد كور، ملي غادي يتكلم هو يقول واش الناس تعطلو ولا حنا اللي جينا بكري. وبكل تكبر غادي يرد له داك خونا اللي قلت لكم باينه فيه شي شخصية مرموقة، انا ما عرفتش شنو جابني كاع لهنا، واش هاد الصواب ديال النم عند هاد الناس، تا الاستقبال ما استقبلنا حد. انا غادي يهضر داك خونا الثالث اللي قلت لكم باينه هو الحلقه الاضعف في هاد الناس، وحتى من اللهجه ديالو كانت باينه ماشي منو. اقولوا لي يا سيادنا واش هذا العرس ياك؟ العرس ديال ولد السي بوعزه؟ هنا كلشي غادي يتشوكا ملي غادي يسمع باللي هاد خونا معروض على حساب عرس. هنا الدكتوره منى غادي تلاغي وقالت له تاش من السي بوعزه؟ انا راه معروضه لانيفيرسير ديال بنت الباترون ديالي، بنت مول الشي العياده فين خدامه دكتور ماجد. انا الاخر لك خونا اللي قلت لكم باينة في واحد الشخصيه اللي مرموقه غيدوي وغيقول لا تيش من دكتور ولا نم، انا راه معروضه على حساب الخطبه ديال بنت الوكيل الفلاني، وراه ملي صوناليا قال لي راه خصك تشرفني بحضورك وراه بهاد العراضة راه ميزني على قراني. انا غينتقدك خونا الاخر اللي جالس قلت لكم كيف شي غارد كور، قال لهم اش كتخوروا واش هادي ماشي العراضة ديال حفل التخرج ديال ولد المستشار دريس؟ واش نوع هاد العجب هذا؟ اش هاد التخوار هذا ولا هنايا؟ هنا كلشي بدا كيشوف كلشي وما فهموا والو ما تمولش، ولكن عرفوا باللي القضيه حامضه وما هياش. بداو كيقولوا خص شي حد يجي يشرح لينا شنو كاين. واحد اللحظه عرفوا باللي الفيلا كانت خاويه فيها غير هما بربعاهم، حتى خونا اللي حل لهم الباب بحال الا تقول فص ديال الملحه وذهب، ما بقاش بان له عطار، ما عرفش منين خرج. المهم ما بقاش كيدور تما كاين، انا غينوضوا كاملين وغادي يمشيو كيجريو جهه الباب، ولكن الباب كان مسورت.
انا بنادم غادي يركبو بوفال جوبو ضاشر، بنادم تخلع وعرف باللي القضيه حامضه وداك الشيء ما هواش، عاد ولاو بغاو يعرفوا كل واحد فيهم كيفاش ضال حتى جا لهنا. وكل واحد بدا كيحكي، انا جاني ميساج من الشخص الفلاني وقال لي مرحبا بك الدكتوره منى جات انفيتاسيون، الاخر حتى هو صيفطوا له شي حد يقول له اجي، الاخر حتى هو كذلك وصلوا واحد الايميل في الايميل ديالو. المهم القضيه مزعلكه وحتى حد ما جايبو نفس السبب اللي جايبه الاخر. تجمعوا هاد الناس هادو مع بعضياتهم وكلهم هزوا تليفوناتهم وعرفوا باللي نفس الميساج تقريبا جاهم كاملين، غير هو كل واحد شنو تقال لي فيه، ماشي نفس السبب، السبب ماشي نفسه ولكن الكوان هو هذا. اللوكاليزاسيون اللي جات ليهم كاملين كانت ديال هاد الفيلا هادي، والمشكل هو انه هاد الفيلا كانت خارجة على المدينة، داكشي علاش حتى الريزو ما كاينش، حتى واحد ما شد له الريزو، ولا ربما خونا اللي جابهم لهنا داير ديك اللعيبة اللي كتكون في الجوامع، اين فوا كتدخل كدير لك موضافيون هكا كتحيد لك الريزو ماشي كدير لك موضافيون. الميساجات اللي جاوهم كانوا كيأكدوا عليهم حاجة وحدة واللي هي تجيب وحدك وما تقولها لحد، راه دايرين لكم مفاجأة. انا خوتنا بداو كيجريو في الفيلا باش يشوفوا واش كاين شي شرجم ولا شي بالكون يخرجوا منه، ولكن كل شيء كان مطرق، كانوا اين فوا كيحيدوا الخاميه اللي كتكون على الشرجم كيلقاو الكرياج مضروب ورا الشرجم، يعني واخا كاع تحل الدفه ديال الشرجم كتلقى الكرياج. واحد فيهم رجع للباب ديال الفيلا وبدا كيضرب فيه زعما لا على وعسى يتهرس، ولكن الباب كان بلا عندي، كان باب ديال خشب الشوك. خوتنا بداو كيتساراو بالبيان في الفيلا وشي يطلع الفوق، ولكن بحال الفوق بحال التحت، ما كايناش شي بلاصه اللي غادي تقدر تخرج منها. هنا بداو كيقولوا لبعضياتهم دابا عاد فهمنا البلان، حنا راه بهاد الجيست هذا اكيد اننا مخطوفين، انا غير نطق داك خونا اللي قلت لكم باينه فيه شي حد متكبر، نطق بكل جرافه وقال شكون هاد مسخوط الوالدين اللي يقدر يدير فيا انا هكا. انا يقول له داك خونا اللي كان باينه فيه بوفري، عفاك سيدي حاول تتصل بشي حد، تصل بالبوليس ولا بشي حد اللي يقدر يجي يعتقنا من هاد الوحله، انا غينتبهو كاملهم الهضره ديال هاد خونا هذا كانهم نساو واش عندهم تليفوناتهم. ولكن ملي جاوا ضربوا على التليفون لقاو الريزو والو ما كاينش، وكلهم ماشي غير هاد خونا حتى واحد ما لقى عندو الريزو. الدكتوره منى هنا بدات كتبكي وهي تجلس وتشات على ركابيها، انا غيمشي عند داك خونا اللي كان سميتو حمزه، قال لها الدكتوره الله يهديك زعما راه انت دكتوره نفسيه كما قلتي لينا، راه انت اللي خصك تصبرينا وخصك تموتيفينا وتعطينا واحد شويه ديال الانرجي بوزيتيف، ولكن اول واحد نهار هو انت، وما تخافي والو راه ان شاء الله كل شيء غيكون بخير. انا غينادي الاخرين قال لهم شتو ما ديروا، اجي نتشتتوا في هاد الفيلا وكل واحد يقلب على شي حاجه، اللي لقى شي بينسا ولا شي مادري ديال الحديد ولا شي جعبه يجيبها نحاولوا نهرسوا بها الباب. انا كلشي تشتت الا منى بقات باركه تما وكتبكي. واحد اللحظه سمعت واحد كيغوت اجي واجي، ورا لقيت واحد التليفون اللي طلعوا عدو لقاوه لقى طابليت. انا قال له هذاك انت مال جدك فين قاري فين، هادي راه طابليت ماشي تليفون. قال له واش نعرف انا هاد الخرطي هذا، انا راه عندي ها تليفون عظم، وزايدون مالك كتهضر معايا بهاد لافاسون هادي مالك. انا غير تشانقوا هاد الجوج وبدات كتفك فيهم منى، قالت لهم دابا اخر حاجه ديروها هي تضربوا، اجيو نشوفوا هاد الطابليت شنو فيها وربما نلقاو فيها شي لعيبه ولا شي نوطه بحال هكا. فعلا غادي يشعلوا ديك الطابليت، الطابليت غيلقاوها فيها الويفي. انا غادي يقول لهم داك خونا اللي قلت لكم باينه فيه لاباس عليه، الحمد لله بعدا هادي راه داخل ليها الويفي، غنانصاليو شي ابليكاسيون ونحاولو نتصلو بشي حد من عشراننا ولا بوليس ولا شي حاجه بحال هكا.
ولكن قبل بلاتي راه كيبان ليا كاين هنايا واحد الفيديو خصنا نشوفه. انا قال له داك خونا الاخر داك اللي كان ليكم داير بحال شي فيديو تاش من فيديو نشوفه، راه ليا بعدا انستالي واتساب ولا ماسنجر ولا شي حاجه بعدا اللي نحاولوا نتواصلوا بها مع شي حد. شي 10 دقائق هو شاد ديك الطابليت، ولكن خونا ملوكي ليا ديك اللعيبه باش كتيليشارج، والو ما كتبغيش تيليشارجي ليك حتى لعبه. انا عارفه باللي داكشي ما منوش، وانا غادي يرجعوا لذاك الفيديو اللي كانوا مازال ما شافوهش. الفيديو غادي يخدموه، غيلقاو فيه واحد خونا ضرب واحد الماسك، واحد الماسك كان كيخلع وحتى صوتو كان في شكال. اين فوا خدم الفيديو بدا كيلاغيهم، قال لهم اكيد انكم دابا راكم كاملين في حالة خوف، ونقدر نقول لكم باللي راكم في حالة رعب ماشي حتى خوف، ولكن خليني نقول لكم باللي والله حتى فرحان بهاد الحالة اللي واصلين ليها، وكان تفرج فيكم وانا مرتاح. نسيت ما سولتكمش، واش تعرفتوا على بعضياتكم ولا لا؟ وقيل مازال ما عرفتوش ريوسكم على بعضكم، غالبا دابا راكم كتفكروا كيفاش غادي تهربوا من هذا القنت، داكشي علاش ما كانش عندكم الوقت باش تعرفوا، ولكن نبشركم باللي راه بلا ما تحاولوا راه ما كاينش شي قنت في هذه الفيلا تقدروا تلقاو منين تخرجوا منه. انا راه اكثر من عام ونص هادي وانا كنقلب على شي فيلا اللي تكون مناسبه لهذا الشيء اللي باغي ندير ليكم، وحتى من القضيه ديال الريزو راه خدمت عليها بزاف باش يلا نقدر نحبس الريزو على هاد البلاصه هادي. ودابا مرحبا بكم معايا، اولا بمصطلح اخر نقول لكم مرحبا بكم تحت الرحمه ديالي وتحت يدي. بغيت غير نبشركم باللي هاد الساعات اللي كتعيشوا راها اخر ساعات في عمركم. انا خونا هاد الفيديو هذا كندير بحال الا داير لي بحال الا كيهضر معاهم ابي الفيديو، ماشي بحال الا مسجلو زعما ديجا كان مسجلو حطو في هاد الطابليت، كان كيهضر معاهم بحال كيهضر معاهم ابي الفيديو. انا غيكمل كلامه وقال لهم انتما بما انكم ما تعرفتوش على بعضياتكم انا نعرفكم عليكم. بغي من غنبدا به من غنبدا لي فام دابو، نبدا بالسيده اللي معاكم دكتوره منى. اهلا وسهلا. لا لا منى مرحبا بك، راه نورتي المكان. الدكتوره منى سيادي 35 سنه عندها، دكتوره نفسيه كتقول باللي نفسيه وكتعالج المرضى، المرضى اللي كيجيو كيتيقوا فيها وكيعاودوا ليها مساكن داكشي اللي ضارهم في خواطرهم. ولكن هاد اختنا هادي كدير واحد العمل خبيث، واللي هي كاع ديك الداتا اللي كتهز من عندهم كتمشي كتبيعها لشي جرائد كيكتبوا على هادشي، كتبيع ليهم القصص ديال هاد الناس مساكن اللي كيجيو كيتيقوا فيها وكيجيو عندها على غرض العلاج. نموذج حقير لمهنه ساميه، اولا نقدروا نقولوا باللي الشخص الغير المناسب في المكان الشريف. اختنا كانت كتشوف غير الفلوس، وعمر كان عندها مانع انها تستغل المرضى ديالها باش توصل لذاك الشيء اللي بغات. انا اختنا غتقول له وقف هذا الفيديو، وقف شكون هاد خونا هذا وعلاش كيقول عليا هاد الهضره اللي ما كايناش. انا غادي يقول له واحد خونا اكت كالما يا دكتوره دابا خلينا نتفرجوا ونشوفوا شنو غايقول مازال هاد بنادم. انا خونا اللي في الفيديو غادي يكمل بواحد الضحكه شرانيه ويقول لها بغيتي توقفي الفيديو ياك، بغيتي توقفي الفيديو باش حتى حد ما يكتشف شنو اللي باقي، ولكن ما تخافيش انا ما غاديش نقول اكثر من هذا الشيء عليك. خليني نكمل التعارف. النوبه ديال من دابا سي كمال. سي كمال ضابط الشرطه الشريف اللي معانا، الشخصية المتكبرة المغرورة الحقيرة، أي وصف شنيع جمعك السي كمال. السي كمال كيتعامل وكيشوف غير من الفوق مع أي واحد كيتعامل معاه. السي كمال اللي ياما في الحبس مظالم كتطبق عليه وبسبابه، شحال من واحد صيفطو مسكين ولفق له شي تومة كاع ما دايرهاش غير باش يسد الطوسي وما يتسماش باللي راه ما دارش خدمته مزيان، لدرجة انه بعض المرات ملي كيشوف باللي صافي القضية ما قدر يدير فيها والو كيجيب شي هبيل من الزنقة وكيلصق له ديك القضية وكيرميه في الغباق.
وهذا الشيء كامل وغير باش يتسمى راه ضابط بحقه حقيقي، وباللي داك المفتش كورومبو اللي حتى حاجه ما كتزاقع له، وباش يبقى كل مره يتقراض. انا غينتقاد السي كمال ويقول له يا ربي عرفتي دابا كنتي راجل خرج دي حق الرب تنفاسك، ما عادش نعقل عليك. خونا غادي يقول له في الفيديو اكيد ان كلامي ما غاديش يعجبك السي كمال، ولكن راه قاس حسن من كذاب، النرجسيه اللي فيك ما غاديش تقبل ان كلام بحال هذا يتقال عليك. المهم بركه عليك غير هذا الشيء. نمشي دابا لشكون؟ استاذ حمزه المحامي المشهور ديالنا اللي زعما خصو يترافع على القضايا ديال الناس ويجيب لهم حقهم بالقانون ويجيب الحق ديال المظلومين، ولكن هذا الشيء غير في الافلام او لا عند الناس اللي واخدين الخدمه ديالهم كمهنه شرف واللي كيديروا بداك القسم اللي كيديو. حيتاش خونا كان بياع وشراي، كان سمسار، كان هو اللي كيتسمسر ما بين الجونات والقوضات، هو اللي كيقول لهم بغيتي تفك اشحال خصنا نعطيو لهذا القاضي الفلاني، اشحال خصنا نعطيو لهذا الرئيس، والو شحال البورسونتاج ديالي انا. داكشي علاش دار ثلاثه ديال الفيلات، هاد ثلاثه ديال الفيلات اللي كان ما غاديش يديرهم لو كان خدم بشرف، ولكن كان ممكن يديرهم لهي في الجنه، غير هو فضل ديال الدنيا على ديال الاخره. تخيلوا معايا دابا تمشي عند شي محامي باش يشد القضيه ديالك وانت راك مظلوم، وكتقول له والله تعال اللي كاين، واش كيدير عندك انت مثلا خصومه مع شي حد في شي ارض ولا شي حاجه، كيمشي كيشد ديك الارض ولا ديك القضيه ديالك وكيمشي لعداك خونا اللي انت باغي ترفع به شكايه او لا باغي تدعي باش يرد لك حقك، وكيساومك بداك الشيء، كيخدم مع اللي غادي يدفع اكثر. راك مصدوم دابا ياك؟ بلا ما تصدم، انت عارف وانا عارف واو ما حتى هما عارفين دابا حقيقتك. اما اخر واحد غادي يمشي له هو خونا اللي حداكم اللي كيبان لكم دريوش، خونا اللي الا جيتي تهضر معاه يقول لك قال الله وقال الرسول، السي عبد الهادي عليك داوي، السي عبد الهادي العساس ديال المقبره الفلانيه، السي عبد الهادي اللي خدام خدمه شريفه وردها خدمه قبيحه وخدمه ما كاين ما نقولو صافي. السي عبد الهادي كان وقت ما جات شي جده جديده كيتصل بناس وكيقول لهم راه كاين الجديد، وهاد الناس وهادو منهم بزاف ديال الناس فيهم صحارى ومشعويدين، وحتى الناس اللي كانوا كيخوخوا الجده كيديو منها الاعضاء. كاين هاد الشيء السي عبد الهادي ولا لا؟ خونا بدا غير كيشوف في جنابه. المهم انا راه ما جمعتكمش هنا غير هكاك، انا راه جمعت غير النقيلات، جمعتكم باش نتهلا فيكم. ودابا غنقول لكم واحد الحاجه، اكيد انكم راه غايجيكم الجوع، ولكن راه ما غنعطيكمش الماكله، انا بغيت نشوفكم كتقصيو في بعضياتكم، ولكن الماء غنعطيكم تشربوا. غتمشيو لتحت ديك الناموسيه راه هي اللي كتبان لكم، راه غتلقاو فيها الماء. يلا تهلاو بما نعاود نصيفط لكم فيديو اخر. انا غادي نتسالى هذا الفيديو، وخوتنا تبدلت الرؤيه ديالهم لبعضياتهم من بعد ما كانوا كيشوفوا راسهم عاديين، ولا كل واحد كيشوف باللي راه حداه مجرم. مشاو ديريكت لحدا ديك الناموسيه، تلاقاو فعلا قرعه ديال الماء كاينه تحتها، غير هي معها واحد البيستولي واحد الفردي. هاد القرعه ديال الماء غيشدها داك العساس ديال الروضه، شدها وبغى يشرب منها ويضربها له داك خونا اللي كان ضابط، ضربها له من يده وقال له واش تحمر ولا مالك. القرعه طاحت وهي تهرس وهي تشتت، قال له كيفاش انت حمار ولا مالك؟ قال له باغي تشرب ديريكت من فمك، وكيفاش غنشربو حنايا الحمار؟ قال له
ورا بغيت غير نشرب واش فيها كاع الا شربت وشربتي من مورايا شنو مالي انا فيا جزدان انا غير سمعوا النوتيفيكاسيون جات في ديك ديك الطابليت مشاو كيجري ولقاو بلي خونا صيفط فيديو جديد قال لهم وايلي مالكم دايرين هكا مالكم حطينا لكم القرعه زعما باش تشربوا صدقتوا مكفحينها ومرسينها حتى حد ما شرب على اي حال داك الفردير راه حطيتو لكم تما ما تعرف تحتاجوه وراه مشارجي ما تخافوش راه تيريف بنادم راه تلقى بنادم طاح دوده اما القرعه د الماء اللي كان بغى يشرب السي عبد الهادي فراه دار لك الله فيها تا ولدي الخير وراه عتقك الاخر حيت ديك القرعه كان فيها السم كنتي غتموت بالسم ولكن ما كتابش المهم رد بالك مره اخرى ما تبقاش كتفكر اناني وكتفكر غير راسك انا غيسالي هذا الفيديو هذا ولكن هاد خوتنا هادو هنا غادي يكعاو بالبيان خصوصا داك الضابط مع داك الاساس حيتاش بداو كيتهزوا هو وياه كان السبب ديال المناقشه ديالهم هو الماء انا اعتقتك الاخر كيقول له شكون قال لي قاعد تقني وبداو هكا كشد ليا نقطع عليك حتى الواحد اللحظه غادي تسمع صوت الرصاص داك الضابط غيشد داك الفردي وغيتيري في داك الحساس جابو دودة الارض ختنا اللي معاهم بدات سادة عينيها وكتقول له واش تمريض اشنو درتي واش قتلتيه قال لها بحال هذا خصو يموت ما سمعتيش اش كاين كيدير قالت لي وانت مطفرو زعما انا غادي فيزي عليها وقال لها وانتي انتي مطفره جا المحامي هو ينزل له البيستولي هو يقول له راه هذا الشيء اللي بغى بغانا نقتلو في بعضياتنا هنايا وهو كيتفرج فينا حضروا عقولكم الشرفه هنا غتجي نوتيفيكاسيون اخرى غادي يجي عاود ثاني لجهة الطابليت غادي يخدموها غادي يلقاو خونا قال له وايلي اصاحبي دغيا قتلتي انا راه بغيتك زعما بغيتكم زعما تعاشروا وصدقتي دغيا صيفطي السيد للمقابر ما عليناش راه كاين واحد الماء اخر الا بغيتو تشربو راه غادي تلاقاوه فوق ديك الثلاجه المهم انا ما نضمنش ليكم راه يقدر يكون فيه السم هذاك الشيء علاش المهم انا علمتكم وصافي سال الفيديو مشاو ديريكت لجهه الثلاجه لقاو فعلا واحد القريعه كاينه الفوق هزوها وهز هذاك المحامي هذاك المحامي بغى يشرب قال له داك الضابط واش طمريض باغي تشرب اصاحبي وانت عارف فيها السم قالت له ديك الطبيبه لا ادخونا هذا بغى يلعب لينا غير على النفسيه ديالنا انا عارفه هادشي هادي راه حرب نفسيه وبغى يبقى يتفلى علينا ويلعب بينا كيف ما بغى عرفتي ما ديروا غير صبروا العطش ما تشربوش وما تسوقوش وما تفكروش في الماء حيت خونا هادشي نيت اللي بغى بغى يبقى يعطينا داك الامل ويحيدو لينا باش نتحطمو بالزربه فكروا باللي الماء واخا يكون مسموم ولا ما مسمومش اهم حاجه ما يلعبش لينا باعصابنا ولكن هنا خونا كان شدو العطش داك المحامي ما عقلش على الهضره ديال الطبيبه هو يبدا كيقرقر في ديك القرعه بداو كيشوفوا فيه تا ضرب فيها النص تقريبا ويقول لهم هو ما عادي ما شتو ممرض هذا راه كيما قلتي بغى يلعب لينا على نفسيتنا وصافي واحد اللحظه خونا بداو كيحمروا عينيه شويه هو يطيح على ركابيه وبدا كيرد الدم انا عرفوا باللي خونا فعلا راه كان داير السم في ديك القرعه خونا ما دازت حتى جوج دقائق لقاتو جتا هامضه والكشاكش والدم خارجين ليه من فمو ونيفو خونا مصارنو اللي لداخل تقطعوا له بالسم الديكور اللي شافته الدكتوره منى والضابط بداو غير كيشوفوا في بعضياتهم وعرفوا باللي جايه نوبتهم سواء بطريقه ولا بديك انا غيسمعوا النوتيفيكاسيون جات تاني في ديك الطابليت مشاو لجهتها خدموا الفيديو قال لهم داك خونا مسكين الله يرحمه كان راسو قاصح وزعما علمتكم قلت لكم راه
يقدر يكون فيها السم ولكن هو شربو. انا غادي اطفى ديك الطابليت حيتاش كان ديشارجات. خوتنا بقاو تما يومين كيقلبوا على غير الشارجور باش يشارجيو، غير باش يعرفوا بعدا شنو المطلوب منهم ولا شنو يقدر يديروا، لا ماكله ولا شراب. النعمه ما دازتش ليهم من قرجومتهم. في النهار الثالث خوتنا صافي وصل فيهم داكشي العظم خصوصا العطش، ما قدروش مازال يقاوموا. انا ناطمونا مشات لحدا الجثه ديال داك خونا اللي شرب من ديك القرعه اللي فيها السم، زاد داك الشويه ديال الماء اللي بقالو وبغات تعتق به ريقه. شافت في داك الضابط وقالت له اسمع ليا نقول لك راه ما غاديش تقدر تقاوم اكثر من هكا، اللهم تموت ولا تبقى كتعذب حتى تموت بالعطش، اللهم تموت في جوج دقائق ولا تجيك الموت بالسوايع. المهم انا غنريق شويه وغادي نخلي لك شويه باش حتى انت الى تاخذ قرار دير بحالي. خونا بدا كيقول لا لا عافاك ما تشربيش، ولكن اختنا درت فما في القرعه وبدات كتجغم. قال لا لا علاش، كان كيقول لي هذا الشيء وبعيد من ناحيتاش كانت الانرجي والو ما كانش قادر ينوض عدها. بدا كيشوف فيها حتى بدات كتقطع قبالته. واحد اللحظه غيوقع لها كيف ما وقع لها داك اللي سبقها. اختنا بدا كيخرجوا لها الكشاكش شويه، بدا كيخرج لها الدم من نيفها وفمها، رطات الدم بصارنها تقطعوا بالسم. اختنا مشات مع دوك الثلاثه، بقى غير هاد خونا هذا اللي بقى مقاوم يومين اخرى، ولكن صافي شاف راسو ما بقاش قادر يقاوم. هز داك البيستولي هو يفرقع دماغه، تحط حداهم ولاو الجوتات بربعه كاملين مكمولين. انا غادي يتحل الباب ديال الفيلا وغيدخل علي. علي اللي دخل كان داخل وجهو عامر بين زوج ديال لي سنتيمو، غريماس ديال الجيت اللي من كتبين بانه فرحان وغريماس اليسريه نازله من عينو دمعه فيها. تحد ما قدر يعرف باللي واش هاد الدمعه دي دمعه حزن وفرح ولا الدمعه ديال الشماته وانتصار. هنا من بعد ما شاف الجتات بربعه جمعهم في واحد القنت وينزل، جاب واحد البيدو ديال ليسانس كان مخبيه، كان مخبيه في واحد الكوزينه لتحت. هنا بدا كيرش الفيلا كلها، رش هو الاول دوك الكسداتو، من بعد عاد بدا كيرش في الفيلا. هز التليفونات ديالهم وبدا كيمسح دوك الميساجات اللي كان صيفط ليهم. انا خونا غادي يشعل داكشي وغادي يخرج. الحكايه سالات هنايا مع هاد الناس، ولكن الحكايه ديالي ما عرفتوش علاش دارها هكا. غنرجع بكم غالونتي شويه لهادي 10 سنين تقريبا. علي با غادي يتظلم في واحد القضيه ديال اختلاس الاموال لصقوا عليه، وكم عارفين شكون اللي لصق عليه من بعد ما شد الفلوس. المحامي كان داير صبعو تما، ودار صبعو تما يعني هو اللي لصق له هاد القضيه بتعاون مع الضابط، الضابط اللي تا هو تحرق مع هاد الجوتات. المهم غرقوا خونا وضربوه ب 15 عام ديال الحبس. الحبس والظلم راه ما كيتلاقاوش، داكشي علاش مسكين ما قدرش يقاوم با ومات من بعد شهرين. ما دخل غير بالفقصة، خلى عالي هو ومو ما عندهم والو، كلشي مشى ليهم في السيزي. اما نهار الجنازة ملي خرجوه من الحبس خرجوه في صندوق. نهار الجنازة مشاو للجنازة كالعادة، كيف ما كتكون اي جنازة. من بعد ما سالو غدوز واحد 3 ايام غادي يرجع باش يزور القبر ديال باه، غيلقاه منبوش. وملي عيط للبوليس حققوا لقاو بلي داك القبر فعلا تنبش، ولقاو باه مسكين ما بقاش عدو حتى شي حاجة من لقاو غاج حتى خاوية كاع مخوخ من الداخل. ولكن هنا عاوتاني غيتدخل داك الضابط ودارو بلي راه هادي عملية سرقة وما شدوش داك العساس ديال المقبره.
من بعد بدا لي تابع هاد لابيست غير بوحدو، حط غير على الاساس بدا مراقبو ليه ونهار، وتما غادي يعرف باللي الاساس هو سبب هادشي. كان كيضرب هاد الضرابي هادو مع السحارة ومع المافيا ديال الاعضاء البشرية، والضابط كان هو اللي كيستر عليه، وكان حتى هو صبعو تما. علي كان مازال صغير وتأزم وما لقى الجهد وشي اللي غادي يخليه مرض نفسيا. مشى عند ديك الطبيبة وبدا كيتعالج زعما، في الاول عاود ليها كلشي من احطى لزيد، ولكن هاد الشيء من بعد غادي يلقاه تنشر في واحد الجريدة الكترونية. واخا السمية كانت مبدلة، ولكن القصة كانت قصته انا غادي يراقب حتى ديك الطبيبة، ولا اي واحد خرج من عندها كيحاول يتعاشر معاه وكيعرف قصته، وفعلا كيلقى ديما ديك القصة اللي عاود له داك خونا منشورة في شي جريدة. انا غايحقد على الزمر كامل، كبروا كبرات مع نار الحقد، خصوصا انهم ضاروا به هاد خياتنا اللي شافوهم باللي حقروه، الضابط الاساس الطبيبة والمحامي. داكشي علاش غايزمع الزمر كامل ملي غادي تجي اول فرصة ليه واول خلصة ليه من بعد ما خدم هذيك الخلصة اللي غادي يكري بها هاد الفيلا وغيدير فيها هاد الفعيلة هادو كاملين، ومن بعد غادي يمشي يقدم راسو للبوليس. علي اللي صبر 10 سنين قبل ما يدير هادشي، 10 سنين وهو كيتشوى ويتكوى من الداخل، ما عذرتوش وفي نفس الوقت عذرو، وما غاديش تحس بيه لا انت لا انا العزيز، حيتاش هادشي ما كيتحس او لا ما كيتوصفش، هذا احساس كيتعاش وما حاس بالمزود غال اللي مخبوط به. وكانت جادي جريمة من الجرائم ديال دوك الكواست، دوك الكويستات اللي جابوا للكوميسير لداك الصحاف، فراه كانت هادي هي القصيطة الثانية العزاز. ف الله يدينا في الضو، صافي الله يدينا في الضو. تران ديال هاد البارت على الخوت كانت هادي هي التيرمينيس ديالو. اما بالنسبة لهاد الكويستات راه برا غادي نلوح لكم قصيطة، ما تعولوش عليها ديما، حيتاش المصدر ديال الرواية مازال ما مفتوح شوية، الله كيتلاح فيه جزء بجزء. فهذا ما كان العزاز، تهلاو.